Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. هذا العتب بيجي مع محبة. هذا العتب لجبهة النصرة بالخارج ولدولة العراق والشام الإسلامية في الخارج. لأن هذول الناس الاثنين اللي نحن بنعرف أن هذول ما لهم سياسيين، أن هذول هدفهم من هدفنا، أن هذول ناس عم يشتغل لله عز وجل، أن هذول ناس عندهم غيرة على الإسلام وعلى المسلمين. ولكن في فئة منهم للأسف يعني عم تقول عنا انه نحن هون حشاشه وحبحبجيه ونحن كفره ونحن ما بعرف شو. طبعا نحن بنوجه لهم يعني ان شاء الله باذن الله بس طلعنا راح نتكاتف معهم ونشتغل. صحيح. ونحن ما لنا نصارى وما لنا شيعه لحتى نخاف من الحزام للسياره المفخخه. نحن هدول قوه النا. قوه النا وقدوه النا بدنا نعتبرهم. وان شاء الله يكونوا هيك باذن الله. هاي الرساله لدوله العراق والشام. وهاي الرسالة لأخواتنا بجبهة النصرة أنه بس طلعنا نكون كلياتنا يد واحد لمحاربة النصارى وليس للنزاعات الداخلية بيناتنا لنرجع هاي الأراضي اللي دنسها النظام اللي فاتوا عليها الشيعة والكفرة وأخذوها.